ممثل او ممثله اشتغلتي معاهم وبعد ما العمل خلص كسرتي وراهم قالب وقلتي لا يمكن اشتغل معاهم تاني، مش لازم تقولي الاسم بس ممكن تحكي تفاصيل الواقعه. ده السؤال، يا تجاوبي عليه. ما حصلش ابدا ده. معقوله؟ لان ما تتصوريش بيبقى في بيننا الفه وفي حب وخايفين على بعض لاننا كلنا في مركبه. ايوه بس في ناس الكيمياء ما بتبقاش ماشيه مع بعض. يعني في ناس مثلا موعدها كانت وحشه بتيجي متاخره ونستناها. ما حصليش انه اشتغلت مع حد بعد كده قلت يا ساتر يا رب مش هشتغل بقى. يمكن اقول على مخرج ما اشتغلش معاه تاني لما يشيل دوري. الحته دي تضايقني. ماشي، يبقى جاوبتي على السؤال. طيب ايه الفستان اللي لبسته نونيا وندمت ندم السنين ان هي لبسته ايا كان السبب؟ هو لحاجة طلعت اخد جايزه في فرنسا في مهرجان العالم العربي ولابسه وكل حاجه، خدت الجايزه وسلمت على رئيس لجنه التحكيم وطلعت قدام عشان يعني احيي الناس والجايزه في ايدي. لقيت شيء من ظهري بيعمل اتاري السوسته بتتفتح لوحدها مش بتنزل، سابت من بعضها. وطبعا انا واقفه كده وبحيي وبحيي كده بت بت بت، رحت حاطه الجايزه على صدري لانه حيقع على الفستان. حد من لجنه التحكيم ورا شال جاكيتته ولبسها لي. ما انساش اليوم ده. ده جنتلمان والله. يوم غريب. اللي عمل الفستان ده يتحاسب. السؤال الاخير له علاقه من غير ما كنا نعرف، لما حكيتي الحكايه صادقه عن حب ليكي من طرف واحد ما كناش عارفين، فكنا بنكتب سؤال فنان اعجبتي بيه جدا وما صرحتوش بمشاعري. أي السؤال ده حقيقي كان محطوط من غير ما نعرف الحدود؟ لا، اللي حبيته ده والله ما كانش فنان. ده الحقيقه ما كانش فنان اللي كان حبيته. طب كان رجل اعمال؟ يعني انسان عادي. لكن فنانين بحبهم كلهم حبايبي. طيب هو تقولي فيلم تقولي فنان اعجبتي بيه وهو ما يعرفش ممكن يكون موجود او مش موجود، او تقدمي لنا واحده من اغانيك الاموره اللطيفه اللي انت قدمتيها من سنين وفرحه ومرحه. هقول لك على حاجه. في اغنيه عندي ما انساش الحدث ده، كان اسمها ابيض واسود. الدنيا بتضحك جدا، الدنيا حزينة جدا، وبتعزف لحن جميل وبتعزف لحن حزين، الحب ده هايل جدا، الحب ده سيء جدا، يعني كله أبيض وأسود. الأستاذ هاني شنودة كان هو ملحن الأغنية. قام راح مطبق الورقة كده هو وراح قاطع كده وخد كل الحاجة اللي فيها حلوة وشال اللي فيها تشاؤم. ان كل حاجه دي شخصيته كمان. فقال احنا هنقول هنا اخذنا كل الحاجات الحلوه. كانت وقتها ماما هي اللي بتحاسب المؤلف والملحن. فلما جت تحاسب المؤلف اديته نص اجر، فقال لها ده مش اجري. قالت له ما احنا قطعنا الغنوه وخد انت بقى الغنوه، خدنا نص الغنوه فحضرتك هتاخد نص اجر. نص اجر. وسميتوها جدا جدا.